قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. إلى قطاع الطاقة، حيث تستحوذ سوق النفط الجزائرية على حصة معتبرة في السوق الدولية، مما يتطلب عليها رفع حصتها لإنتاج النفط قصد توسيع الاستثمار فيها أكثر فأكثر والحفاظ على توازن مداخيل الدولة. سلف دعمش. 1,200,000 برميل هي الطاقة الإنتاجية للجزائر في البترول سنوياً، رقم يراه المراقبون متواضع نظراً لما تحوزه من حصة في السوق الدولية، مما يتطلب رفع الإنتاج تفادياً لأي انعكاسات مستقبلاً. حتى لو ذهبنا إلى التنويع الاقتصادي، وحتى لو رفعنا من قدراتنا الاقتصادية والصناعية في مجالات أخرى، لا ينبغي أن ننسحب من المجال الطاقوي، لأنه لدينا أسواق نحن نمتلكها على المستوى الدولي. هذه الأسواق لدينا فيها مصداقية، ينبغي أن لا ننسحب من هذه الأسواق ونترك هذه الأسواق لغيرنا. انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية شكل نقطة حساسة أمام رفع الإنتاج من جهة، لكن تخفيضه سيؤدي على المدى المتوسط إلى رفع الطلب الداخلي، مما يعتبر تحدي للحفاظ على توازن مداخل الدولة. قلت حصول الأتراك كان في 2014 رسمياً تقريباً 59 مليار دولار، ولكن المستوى في الأسعار بين السداسي الأول والسداسي الثاني تاع 2014 كان 85 دولار. إلى رجعنا في هذا المستوى الحالي يعني بين 60-65 دولار البرنت، انضمن الدخول تاع سوناتراك تكون 40-45 مليار دولار. ورغم الذهاب للتنويع الاقتصادي في استراتيجية الحكومة الأخيرة، يبقى السوق النفطي أهم سوق نمتلكها على المستوى الدولي، لهذا وجب توسيع الاستثمار فيها دون إهمال القطاعات الأخرى. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.